ازاي نعرف طبع LVB 6030 بي؟ ده موضوع حلقة النهاردة. لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخويا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السلم من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتكلم ازاي نعرف طبع كانون اي ساينس LVB 6030 بي عن طريق الكابل USB، مع العلم ان الطبعة دي هي بتوصل من عن طريق الكابل USB فقط، يعني يا لابتوب يا كمبيوتر عن طريق الكابل USB. وقبل ما ابدا معاكم الموضوع على طول، في حاجة مهمة لازم اقولها لكم. وايه هي الحاجة المهمة ديت؟ الحاجة المهمة ان انا سايب لكم رابط اسفل الفيديو، الرابط ده فيه النسخة الاصلية من اسطوانة التعريف المرفقة مع الجهاز، تقدر تحملها وتستخدمها بكل سهولة. يعني انت لو ما عندكش سيدروم او سيدروم بويز او السي دي راح منك، تقدر تحمل الرابط ده من الاسطوانة الاصلية المرفقة مع الجهاز. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح للجهاز الكمبيوتر ونمشي خطوات واحدة واحدة، وان شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط عليكم. يلا بينا. وطبعا بعد ما حملنا الرابط الموجود تحت شاشة الفيديو، اول حاجة هنعملها ان شاء الله هندخل الكابل USB، تمام، اللي واصل من الرابط من الواصل ما بين الطبعة والكمبيوتر. واول ما تسمع الصوت ده معناه ان هو الكابل او مداخل USB، يعني الكابل ومداخل USB اللي في الطبعة وفي الكمبيوتر شغالين بحالة كويسة. كده مش ناقص غير نعرف الطبعة من الشاشة من تحت. بعد ما نفتح هيظهر لنا القايمة ديت، هنختار الكلمة دي اللي هي MLNST، تضغط كلمتين عليها. واول ما تفتح الرابط، اول حاجه هتجي لك اللانجويج اللي هي اللغات. لو ما لقيتش عربي خليك في الانجليزي، هنختار انجلش كينجدوم. اوكي، هيظهر لك هنا بقى ايزي انستليشن، هنعمل انستال، اختار يس، وننتظر لحد ما يبدا تحميل التعريف. زي ما انتم شايفين اهوت دلوقتي بيقول لك الطبعه بتاعتك فيها وايرلس ولا كابل USB. طبعا ال LVB 6030 في منها نوعين، في منها لونها ابيض ودي مخصصه للواي فاي، وفي منها ابيض واسود اللي هي مخصصه لليUSB. فانا التعريف بتاعنا اللي هي على ال LVB 6030 بي اللي ما فيهاش دبليو، اللي اخرها دبليو، يعني 6030 دبليو، هي دي الواي فاي. فهنختار اليUSB، ثم هنعمل نيكست، ثم هنعمل نيكست، ثم هيظهر لنا القايمه ديت، هنسيبها زي ما هي كاستم ونعمل نيكست، وهنعمل هنا برضك نيكست، ونختار هنا ال LVB 1 ديت، ونعمل نيكست، ثم ستارت، ننتظر لحد ما نخلص. طبعا الطريقه دي للناس اللي مش عارفه تعرف ازاي الطبع 6030 من على الاسطوانه الاصليه. ففي ناس كتير قوي بتخش تحمله من موقع رسمي الكانون، ما بينزل يعني التعريف ده ما بينزلش كامل، فبيعمل لهم مشاكل عدم تعريف. فانا سايب لكم رابط تحت في الاسطوانه الاصليه، يعني نسخه من الاسطوانه الاصليه، تقدر تعرف يعني تقدر تحملها وتعرفها بكل سهوله. خلصنا التعريف بتاعنا، دلوقتي بيقول لك المانوال انستال، هنعمل انستال عادي جدا. المانوال ده هيظهر لك ملف هنا تحت، هنا تقدر ترجع له في اي حاجه ممكن تحصل للطبعه. واول ما تعمل صح على دي كده، معناها ان هي التعريف اتعرف. ناقص ايه؟ تعملها هي كمان صح، وبقينا كده خلصنا كل الخطوات اللي موجوده في الاسطوانه. طبعا زي ما انتم عارفين الطبعه دي طوابع فقط، فهتلاقي التعريف بتاعها بسيط جدا. وزي ما انتم شايفين المانوال نزل تحت اهوت، مكتوب عليه LVB 6030 او 6030 دبليو مانوال انجلش، تقدر يعني تراجعه في اي حاجه حبيت تعرف فيها الطبعه. وهنا بيقول لك انس المانوال، هنعمل اكست خلاص، احنا خلصنا التعريف بتاعنا. هنا بقى بتعمل دونت اكسبت، حاجه مش لازمه خالص، نيكست. وبعد كده بتقف هنا، هتلاقي بقت لونها اخضر، تعمل نيكست. ولو سبت كلمه صح دي، فهتعمل ريستارت للجهاز، يعني هتعمل اعاده تشغيل لجهاز الكمبيوتر. فهنشيل الصح دلوقتي وهعمل اكسبت. هنا دو يو ونت تو ريستارت ذا كمبيوتر، هنعمل نو. خلصنا خلاص. طب عايزين نتاكد ان الطبعه بتاعتنا اتعرفت قبل ما نطبع من عليها، هنخش هنا كنترول ايت زي ما انتم شايفين، نختار فيو ديفايس اند برينتر، هيظهر لنا زي ما انتم شايفين دي اهي عليه علامه صح. هنعمل كليك يمين، واول ما تظهر لك القائمه الكبيره دي كده، معناها ان هي اتعرفت، تمام. بعد كده هنعمل برينتر بروبرتيز، ونجرب نطبع تيست كده صغير نعرف ان هي اتعرفت ولا لا. هنعمل هنا برنت تيست بيج. طبعا زي ما انتم سامعين صوت الميكانيكا، معناها ان الطبعه اتعرفت وبتطبع معانا عادي. وده كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون ما طولش عليكم. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كان معاكم احمد السيد من قناه كانون العربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.